السلام عليكم يا جماعة، ازيكم يا جماعة؟ انا من امبارح انا من ورا وخايفة، خايفة جوه بيتي يا جماعة، يا جماعة حاسة اني عندي رعب، خايفة من الكيس اللي بجيبه من السوبر ماركت، خايفة من الفلوس اللي باخدها، خايفة من هدومي، خايفة من شبشبي، خايفة من جزمتي، خايفة مش عارف يا جوا بيتي ولا بشبشبي، عايز خايفة افتح العنفية وانسى واقفلها تاني، خايفة من معقم اطلعها على الكمبيوتر واوريدي اكون انا ماسكة بايديا وحصل لي فيروس، انا جوا بيتي وخايفة. يا جماعة مين فيكم قادر يعمل كل الاحتياطات؟ يا جماعة عايزين نعمل حظر اجباري بقى، احنا طول ما احنا قاعدين في بيوتنا والناس دي منطلقة في الشارع احنا ممكن يجي لنا الفيروس جوه بيوتنا عادي. يا ريس مين يقدر يعمل كل الوقاية؟ مين فينا يعمل كل الوقاية؟ حرام عليك، اعمل حظر اجباري بقى، نزل الناس والجيش، نزل الشرطة والجيش بقى، نزل دباباتك، المناطق العشوائية لحد دلوقتي شغالة، انتوا متخيلين ان انتوا لما بتروحوا بتعملوا حملة عليها خلاص بيقفوا، انتوا بتمشوا من هنا والناس بترجع من هنا، الناس مش عايزة تكمل المرض، في محافظات معهمش ناس، معهمش مش فاهمين يعني ايه اصلا كورونا، في ناس لحد دلوقتي مش فاهمة ان الوباء بيتنقل يا جماعة في فترة الحضانة، يعني انا ممكن اكون عندي فيروس وانا ما اعرفش، ممكن انزل ياش وانا ما اعرفش، ممكن الناس تنزلني وانا ما اعرفش. يا ريس اعمل حظر بقى بالله عليك، اعمل حظر كامل بقى بالله عليك، خلينا نقعد في بيوتنا ونحس ان هي فاضل لنا شهر اسبوعين اي زفت، بس الموقف يتحل، والنبي يا ريس حل الموقف فاتعبنا، اعمل حظر اجباري، نزل جيشك وشرطتك واعمل حظر اجباري. الموضوع لو كبر مننا هنودع اهالينا يا جماعه، مين هيقدر يودع اهله فينا يا جماعه؟ مين هيقدر يعرف ان حد من اهله ولا حد منه مرمي في مستشفى مش عارف هو لاقي له جهاز تنفس ولا لاقي له عنايه مركزه ولا لا؟ احنا في الطبيعي ما بنلاقيش عنايه مركزه اصلا، هنلاقي عنايه مركزه واحنا في مصيبه زي دي؟ هتقدر تكفي على 100 مليون ازاي؟ بالله عليك اعمل حظر اجباري بقى، خلينا نبطل خوف جوه بيوتنا، احنا مرعوبين، مرعوبين من كل حاجه، مرعوبين من كل حاجه جوه بيتنا وبره بيتنا، مرعوبين ننزل نمسك الترابزين بتاع الزفت السلم، مرعوبين نبدل فلوسنا في بعض الحاجات، في ناس مش لاقيه تاكل يا جماعه، يا جماعه في كم ناس مش لاقيه تاكل قد كده؟ قعدت خلينا نحط ايدينا في ايدين بعض واحنا موجودين في بيوتنا، والناس اللي المفروض في ناس اصلا اوريدي هتبقى مرميه في الشارع، الدكاتره هيبقوا مرميين في الشارع يا جماعه، يا جماعه اقعدوا في بيوتكم، انتوا ليه مش خايفين على نفسكم ولا اهاليكم؟ انتوا عايزين نوصل زي ايطاليا بيودعوا 600 جثه في اليوم، يا جماعه عايز احضن امي، عايز احضن اخواتي، عايز اعزل ولادهم، رحت لامي بقيت بديني الحاجه من على الباب ومشي ومش عارفه انا جايبه لها فيروس ولا لا، رحت لاخواتي ولاد اخواتي عايزين يسلموا عليا قلت لهم لا، بعتهم عني، خايفه منهم وخايفه عليهم، والنبي اعملوا حظر اجباري بقى، خلوا الخوف ده يطلع من جوانا، تعبت اخاف، تعبت اخاف من كل حاجه، والنبي والنبي اعمل حظر بقى، يا جماعه ساعدوني تعمل حظر، يا جماعه السوشيال ميديا ليه عامل كبير في قراراتهم؟ بالله عليكم قولوا ان احنا نعمل حظر اجباري بقى، خاف على نفسيكم وخاف على اولادكم وعلى اهاليكم، خاف على امهاتكم، انا خلاص مش قادره، تعبت خوف قاعده في بيتي وبقول خلاص الناس هتعقل، الناس هتعقل، محدش بيعقل. يا ريس احنا كنا ماشيين بالجزمه وبالشبشب وماشيين بالعصايا، ايه اللي جد علينا في مصيبه زي دي؟ ايه اللي جد علينا في مصيبه زي دي يا ريس؟ ايه اللي جد علينا ان انت ما تمشيناش؟ يا سيدي مشينا بالجزمه، مشيهم بضرب النار، اللي ينزل بيت اضربه بالنار، خلينا نخلص، اللي عايز يموت ويغور في داهيه موته،
كلنا باللي احنا بنعمله ده. ارجوكوا ارجوكوا فعلوا، اطلبوا كلكم، كل الناس تطلب حظر. اللي خايف على بيته خايف على اهله. يا جماعه ده انا لو موت لحد هيودعنا، ولا يتصلوا علينا، ولا يندفن في مقابرنا، ولا اهلنا يعرفوا لنا مكان. مين هيقدر على كده؟ والنبي بقى اعملوا عذر بقى اجباري بقى، بالله عليكم بالله عليكم اعملوا كده. انا هموت من الرعب جوه بيتي على اهلي وعلى نفسي وعلى الناس كلها، حرام. والنبي اعملوا عذر اجباري بقى، والنبي والنبي خلونا نخلص من الغمه دي. يا جماعه في سيناريوهات كتير كانت قبلنا، مش قادرين نتعظ منها ليه؟ مش قادرين نتعظ منها ليه؟